الرئيس السيسي يواجه بسرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي الجديدة والاهتمام بتطوير كوادرها الفنية. خلال اجتماع للمجموعة الطبية، مدبول يؤكد أهمية تلقي اللقاح المضاد لكورونا ومنع دخول غير المطعمين للمنشآت الحكومية. خلال لقائه نظيره الجزائري شكري يؤكد أهمية العمل على دعم حل ليبي للخروج من الأزمة. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. واجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي الجديدة على مستوى الجمهورية، لما تمثله من نقلة نوعية وإضافة حضارية تسهل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن، وتساهم في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية والبيئية، وتتواكب مع عملية التنمية الضخمة التي تشهدها مصر حاليا. جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة مشروعات وسائل النقل الجماعي الجديدة على مستوى الجمهورية والتي تعمل بالطاقة النظيفة. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي وسير العمل بمشروعات النقل الجديدة التي يتم إضافتها لأول مرة لمكونات منظومة النقل الجماعي في مصر، والتي تعمل بالطاقة الخضراء النظيفة للحفاظ على البيئة وتتسم بالاستدامة، بما سيساعد على الحد من التلوث وترشيد الطاقة وتقليل الحوادث وتحسين الصحة العامة، والتي ستربط التجمعات العمرانية والأحياء السكنية في القاهرة الكبرى وكذلك على مستوى محافظة الجمهورية، وهي وسائل النقل الحديثة المتمثلة في القطار الكهربائي السريع وقطار المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف LRT والأوتوبيس الترددي السريع BRT، والذي سيعمل بالطريق الدائري، ذلك بالإضافة إلى التوسعات والخطوط الجديدة الخاصة بمترو الأنفاق. وقد وجه السيد الرئيس بسرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي الجديدة على مستوى الجمهورية، لما تمثله من نقلة نوعية وإضافة حضارية تسهل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن، وتساهم في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية والبيئية، وتتواكب مع عملية التنمية الضخمة التي تشهدها مصر حالياً. كما وجه سيادته أيضاً بالاهتمام بنظم التشغيل وبالكوادر الفنية التي ستعمل على إدارة هذه المنظومة، بحيث يتم تأهيلها علمياً لمواكبة الحداثة والتطور الذي تتسم بها التكنولوجيا المستخدمة في إطارها. أوضح المتحدث الرسمي أن الفريق كامل الوزير عرض الموقف التنفيذي الحالي لتلك المكونات الحديثة، خاصة القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة الرئيسية، وأولها العين السخنة العالمين الجديدة مرسى مطروح مروراً بالقاهرة الكبرى وبطول 660 كيلومتر، وكذا خط حدائق أكتوبر الأقصر أسوان بطول 925 كيلومتر، إلى جانب خط قنا الغردقة سفاجة بطول 240 كيلومتر، مع توضيح تطور الأعمال المدنية والصناعية والمحطات الجاري تنفيذها بكل هذه الخطوط، فضلاً عن المسارات السطحية والعلوية وأعمال الكباري المتقاطعة بها. كما عرض السيد وزير النقل الموقف الخاص بإنشاء محطات الأوتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري، والذي يتكامل مع خطة وزارة النقل لتطوير الطريق الدائري، حيث يعد بديلاً للنقل العشوائي وسيخفض من استخدام المواطنين للسيارات الخاصة، وستعتبر شبكة BRT على الطريق الدائري الأطول في العالم بطول 106 كيلومتر. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بدراسة الحلول المقترحة للتعامل مع بعض التقاطعات والمحاور على الطريق الدائري،
خاصة تقاطع المرج مع الخط الأول لمترو الأنفاق. كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات الأعمال التنفيذية الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف LRT والذي بدأ تشغيله التجريبي مؤخراً، بما فيها المحطات والكباري والأنفاق وخطوط السكك الحديدية المرتبطة بالقطار، حيث يبلغ طول مساره حوالي 103 كيلومتر بعدد 19 محطة، ويبدأ من محطة عدلي منصور ثم يمتد موازياً لطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي إلى مدينة بدر، ثم يتفرع شمالاً بعدها حتى قلب مدينة العاشر من رمضان وجنوباً إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ليصل إلى مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية. كما أنه سيتبادل الخدمة مع الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة عدلي منصور، ومع القطار الكهربائي السريع في المحطة المركزية، ومع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة مدينة الفنون والثقافة، الأمر الذي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في منظومة النقل الجماعي في القاهرة الكبرى. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة توفر الكميات المطلوبة من مختلف أنواع اللقاحات، كما تتوسع في إنتاجها محليا. وخلال ترأسه اجتماعا للمجموعة الطبية، أكد مدبولي على أهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا في تقليل فرص الإصابة وتجنب الأعراض الشديدة لهذا الوباء، مشددا على المواطنين ضرورة الحرص على تلقي اللقاح والتمسك بالإجراءات الاحترازية بما يحافظ على صحة الفرد وسلامة المجتمع. كما شدد رئيس مجلس الوزراء على منع دخول غير المطعمين باللقاحات للمنشآت الحكومية وعدم الحصول على الخدمة الحكومية إلا بعد الحصول على التطعيم. قال وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة إن المعامل المركزية بوزارة الصحة رصدت زيادة في إصابات كورونا. وخلال مؤتمر صحفي للمجموعة الطبية، أضاف عبد الغفار أن المنظومة الصحية مستعدة بكفاءة تامة لاستقبال الإصابات. ما فيش شك ان المتحور الجديد اللي هو اوميكرون هو ليه سبب كبير جدا في زياده عدد الحالات اللي احنا شايفينها. الزياده اللي احنا شايفينها دي نتيجه الانتشار الكبير، ولكن لحسن الحظ يمكن احنا يعني عدد الحالات اللي بنشوفها في الاوميكرون هي السائده بالنسبه للدلتا، وده احنا كنا متوقعينه من فتره. الارقام الاصابات الحقيقه اللي احنا بنعلن عنها دي يعني الى حد كبير قادرين ان احنا نرصد حالات على مستوى المعامل، سواء المعامل المركزيه لوزاره الصحه او معامل وزاره التعليم العالي المتمثله في المعامل المرجعيه، او حتى على مستوى معامل القطاع الخاص. هناك زياده واضحه في معدلات الاصابه من خلال رصدنا للمعامل. هناك ايضا معدلات زياده في سحب الادويه من الصيدليات، لكن الرصد ان العدد الحالات اللي بتخش المستشفيات او بتحتاج الى عنايه مركزه هي الحقيقه قليله او الى حد كبير في المعدلات الامنه على مستوى العالم. كما أكد القائم بأعمال وزير الصحة خالد عبد الغفار أن الدراسات أثبتت أن التطعيم يقلل من فرص تدهور مصابي كورونا. وشدد على الاهتمام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس. احنا دايما في التطعيمات بنؤكد على أهمية التطعيم والجرعات المعززة لمن هو تطعم جرعة وجرعتين. أكيد تطعم الجرعتين ودخل الجرعة المعززة زي ما الدراسات على مستوى العالم أثبتت أن هو في مأمن من الوصول إلى يعني احتمالات لتدهور الحالة أو احتياج دخول مستشفى أو حتى احتياج إلى دخول العناية المركزة. وبالتالي معدلات الانتشار ومعدلات دخول المستشفيات ومعدلات الوفيات بتعتمد بشكل كبير جدا على معدلات التطعيم اللي احنا بنلتزم بيها.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية العلاقات المصرية البريطانية والتعاون المستمر في المجالات كافة، وفي مقدمتها مواجهة تغير المناخ، لا سيما وأن مصر ستتسلم رئاسة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخ في دورته 27 من الجانب البريطاني. وخلال استقباله ألوك شارما رئيس الدورة 26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، أعرب مدبولي عن تطلعه لاستمرار العمل والتنسيق مع المملكة المتحدة خلال هذه الفترة وصولا إلى كوب 27 في مدينة شرم الشيخ. هذا وتقدم رئيس الوزراء بالتهنئة للمملكة المتحدة على نجاح المؤتمر، مثمنا الجهود المبذولة لإخراجه بشكل أفضل إلى نتائج إيجابية. من جانبه تقدم ألوك شارما بالشكر لمصر على التعاون والتنسيق المستمر مع بلاده أثناء استضافتها الناجحة لمؤتمر الأطراف كوب 26، مؤكدا على استعداد المملكة المتحدة لتقديم الدعم إلى الرئاسة المصرية لمؤتمر كوب 27. وصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري والسلع منتهية الصلاحية والتي تضر بصحة وسلامة المواطنين، وتمكنت من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التي تسهم في ضبط حركة الأسواق. تتواصل الجهود الأمنية لمكافحة كافة أشكال الجرائم التموينية على مستوى الجمهورية، من غش السلع وبيع سلع منتهية الصلاحية والممارسات الاحتكارية والتلاعب بالدعم. وقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، وفي هذا الإطار من ضبط قرابة 34 طن ونصف من لحوم ودواجن ومصنعاتها وأملاح غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات شنتها الإدارة بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والقليوبية والمنوفية والبحيرة، وذلك قبل طرح تلك الكميات للبيع والتداول بالأسواق، ما يضر بصحة وسلامة المواطنين. كما نجحت الإدارة في ضبط قرابة 42 طن سكر مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي، ومنه ما هو مخصص للبطاقات التموينية تم تجميعها لبيعها بالسوق السوداء بالقاهرة والقليوبية والإسكندرية وسوهاج. وتمكنت من ضبط 11 طن ونصف كبدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مسؤولة عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالإسكندرية. وتمكنت الإدارة من ضبط قرابة 103 طن دقيق مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة مسؤولة عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالقاهرة، وضبط 210 طن أقماح مستوردة قام بتجميعها مسؤول عن مطحن بالقليوبية تابع لإحدى شركات القطاع العام بهدف بيعها بالسوق السوداء، حيث قدرت قيمتها بقرابة 1,000,000 جنيه. كما تم ضبط 106,500 كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر بحوزة مسؤولة عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج الكمامات بالإسكندرية، وضبط 406,000 قرص مكملات غذائية غير مسجلة بوزارة الصحة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، ونصف طن مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر محظور استخدامها في الصناعات الدوائية بحوزة المسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المكملات الغذائية بالإسكندرية. الإدارة تمكنت من ضبط 53 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني بمحلين ومخزن بدون ترخيص لإنتاج الأعلاف الحيوانية بالمنوفية وقنا. وتم ضبط قرابة 29 طن مواد خام لإنتاج المخصبات الزراعية غير صالحة للاستخدام الزراعي بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المخصبات الزراعية بالبحيرة. وتم ضبط أكثر من 15 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية و7500 عبوة فارغة عليها علامات تجارية وهمية بحوزة مالك مصنع غير مرخص لإنتاج المنظفات الصناعية بالمنوفية. عقدت فعالية النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. وأعلنت إدارة المنتدى عن استخدام تقنيات غير مسبوقة في الكشف والاحتراز والوقاية من فيروس كورونا، خاصة المتحور الجديد أوميكرون.
استقبل وزير الخارجية سامح شكري نظيره الجزائري رمطان لعممرة، حيث تباحث الوزيران حول مجمل العلاقات الثنائية ومستجدات الملفات الإقليمية والقضايا العربية ذات الاهتمام المشترك. وتطرق الوزيران إلى عدد من قضايا المنطقة والمسائل التي تهم الجانبين، بما في ذلك مستجدات الملف الليبي، حيث أكد شكري على أهمية العمل على دعم حل ليبي للخروج من الأزمة الحالية، مع التأكيد على ضرورة وقف أي تدخلات أجنبية في شؤون ليبيا الشقيقة. كما تم التباحث حول موضوعات حفظ السلام، وأكد الوزيران على ضرورة تكثيف التنسيق في إطار العمل الأفريقي المشترك، بما يعزز من جهود تحقيق السلم والأمن والرخاء في القارة الأفريقية. كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق لدفع جهود العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية. عقد السفير الكوري الجنوبي بالقاهرة هونغ جين ووك مؤتمرا صحفيا للحديث عن تفاصيل زيارة الرئيس الكوري مون جاي إن لمصر. سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة أوضح خلال المؤتمر أن زيارة الرئيس الكوري الجنوبي ستتم رغم مختلف الظروف الدولية، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار ثلاث زيارات سيقوم بها لدول في الشرق الأوسط هي مصر والإمارات والسعودية. ودي من الحاجات اللي انا حابب اتفاخر فيها بيها شخصيا كسفير لكوريا الجنوبيه هنا، ان بالرغم من ظروف الكورونا الصعبه اللي لسه ما خلصتش لحد دلوقتي، وكمان ظهور المتحور اوميكرون اللي مخلي العالم كله في بيواجه صعوبات بسببه، كمان بالاضافه للثلاث صواريخ اللي اطلقتهم كوريا الشماليه في شبه الجزيره العربيه من قريب خلال الشهر اللي احنا فيه ده، شبه الجزيرة الكورية أنا أسفة. التلات حاجات دول يعتبروا من الصعوبات اللي كانت ممكن جدا توقف الزيارة، لكن رغم كل الصعوبات دي الزيارة هتتم، وسيادة الرئيس مون وفى بوعده اللي وعده لمصر. وقد أكد السفير الكوري الجنوبي بالقاهرة أن زيارة رئيس بلاده تأتي في إطار تعزيز العلاقات مع مصر في مجالات عدة، من بينها الطاقة والبناء والبنية التحتية. وأشار السفير الكوري الجنوبي إلى أن زيارة الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن ستشهد توقيع عدة اتفاقيات مع مصر لتشجيع التعاون التنموي بين البلدين. هيكون في مؤتمر اسم المؤتمر الرسمي هو المائدة المستديرة الكورية المصرية للصناعات المستقبلية الخضراء، هيناقشوا فيه بعض الصناعات المستقبلية المرغوب التعاون فيها بين البلدين زي الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية وأنواع الطاقة المختلفة وغيرها من الصناعات الصديقة للبيئة اللي بتساعد على تطوير البيئة والصناعات في نفس الوقت. التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنافي أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن المنطقة الشرقية، وذلك لبحث آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا. وتطرق اللقاء إلى موضوع المصالحة الوطنية ودعم المسار السياسي في ليبيا للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية بتوافق بين كل الأطراف. كما أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال اللقاء ضرورة تطبيق القوانين واحترام قيم العدالة، بما يعزز جهود المجلس في المضي قدما في تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية الشاملة. أكد مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي مبعوث الاتحاد بنكال أدياي أكد أهمية الاستمرار في الحوار بين مختلف الأطراف السودانية للتوصل لأرضية مشتركة. جاء ذلك خلال لقاء عضو مجلس السيادة السوداني مالك عقار مع مبعوث الاتحاد الأفريقي وبحضور عضو مجلس السيادة الطاهر حجر، حيث تطرق اللقاء للأوضاع السياسية بالسودان والجهود المبذولة لتجاوز التطورات الراهنة. بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي مع وزير خارجية ليتوانيا غابريليوس لاندسبرغس سبل تخفيف معاناة العراقيين العالقين على حدود الاتحاد الأوروبي وإيجاد أفضل الطرق لإنهائها. يأتي ذلك فيما أوضح المكتب الإعلامي للقادمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوطيد التعاون المشترك مع مختلف دول الاتحاد الأوروبي،
حيث أعرب القادمي عن تطلع بلاده لبناء أفضل العلاقات مع ليتوانيا، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية. من جهته أشار وزير الخارجية الليتواني إلى تطلع بلاده لرفع مستوى التعاون بين البلدين، معربا عن امتنان بلاده لخطوات العراق لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية. من جهته قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن العراق تمكن من إعادة 4000 عراقي كانوا عالقين على حدود بيلاروسيا مع بولندا وليتوانيا ولاتفيا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ببغداد مع نظيره الليتواني جابرياليوس لانسبيرغس. تمكنا من إعادة ولحد الآن حوالي 4000 عراقي كانوا محاصرين على الحدود البيلاروسية البولونية البيلاروسية الليتوانية البيلاروسية اللاتفية. حث البطريرك الماروني في لبنان بشار الراعي جميع القوى السياسية على تغليب مصلحة لبنان العليا لتخوض من مواقعها الانتخابات النيابية المقبلة بنية التغيير لا الإلغاء. وحذر البطريرك الماروني في عظاته الأسبوعية من اللجوء إلى تعطيل الانتخابات النيابية والرئاسية لأهداف خاصة مشبوهة، وذلك على حد وصفه، مؤكدا ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في مايو المقبل، داعيا لأن يكون المجلس النيابي الجديد قادرا على فرز حكومات تقدم نمط حكم جديد وشراكة وطنية حديثة. تعهدت منظمة الصحة العالمية أن تواصل المطالبة بوصول المساعدات الإنسانية إلى منطقة تيجراي الإثيوبية رغم شكوى أديس أبابا ضد المدير العام للمنظمة. وشددت منظمة الصحة العالمية على أنها ستواصل مطالبة الحكومة الإثيوبية بالسماح لها بإيصال الإمدادات والخدمات الإنسانية إلى 7 ملايين شخص في تيجراي بإثيوبيا يعيشون وفق الأمم المتحدة تحت حصار فعلي منذ أكثر من عام. التاسعة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري ونتابع فيها. بعد أشهر من الجدل، البرلمان الفرنسي يقر نهائيا مشروع القانون بشأن شهادة التلقيح. أقر البرلمان الفرنسي نهائيا مشروع القانون في شأن شهادة التلقيح والذي ترغب الحكومة في تطبيقه سريعا مع تجدد تفشي وباء كورونا. تم إقرار القانون بتأييد 215 صوتا واعتراض 58 وإحجام 7 نواب عن التصويت. يتعلق مشروع القانون بإلزام المواطنين بإظهار بطاقة تشير إلى أنهم تلقوا التطعيمات المضادة لكورونا لدخول المسارح ودور السينما والقطارات. أفاد وزير الدولة البريطانية أوليفر دودن بوجود مؤشرات مشجعة قد تفضي إلى رفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا في إنجلترا نهاية الشهر الجاري. وأشار دودن إلى أن التأثير السلبي لهذه القيود على قطاع الفنادق والمطاعم والاقتصاد والمدارس لافتا إلى الرغبة في التخلص من هذه القيود قدر الإمكان. احتشد الآلاف من المحتجين في شوارع العاصمة الهولندية أمستردام اعتراضا على إجراءات فرضتها الحكومة لمكافحة تفشي فيروس كورونا مع ارتفاع حالات الإصابة إلى مستويات قياسية جديدة. يأتي ذلك في وقت منحت فيه السلطات حق التوقيف والتفتيش في عدة مناطق بالمدينة، فيما تجوب عشرات من عربات شرطة مكافحة الشغب الأحياء التي خرجت فيها المظاهرات. حذرت
حذر وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ من زيادة أعداد الوفيات من مواجهة تقييدات هائلة في العلاج بالمستشفيات. يأتي هذا التحذير في ضوء موجة تفشي فيروس كورونا بسبب سلالة أوميكرون. كما حذر لاوترباخ من إمكانية تفاقم الوضع في المستشفيات مجددا، موضحا أن هناك زيادة حاليا في عدد الإصابات بين الأشخاص الأصغر سنا الذين لديهم مخلطات كثيرة. هذا وأشار الوزير الألماني إلى أنه سيتم النظر في إمكانية فرض مزيد من التدابير خلال المؤتمر القادم لرؤساء حكومات الولايات في 24 من يناير الجاري، ولكنه أكد رفضه لإغلاق المدارس أو للإغلاق بشكل عام. أعلنت اليابان عن أكثر من 25 ألف حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى رقم مسجل منذ 26 من أغسطس الماضي. وسجلت مدينة طوكيو لليوم الثاني على التوالي أكثر من 4000 إصابة، حيث تم الإعلان عن 4561 حالة إصابة. بذلك يصبح المعدل اليومي الجديد أعلى بمقدار 50 مرة مما كان عليه قبل أسبوعين. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن المسلح الذي عطل الصلاة في معبد يهودي في ولاية تكساس واحتجز 4 رهائن تورط في عمل إرهابي. وأضاف بايدن أنه ليس هناك معلومات كافية تتعلق بسبب استهداف المسلح للمعبد اليهودي. في غضون ذلك أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI أن المشتبه به الذي احتجز رهائن لنحو 10 ساعات هو مواطن بريطاني اسمه مالك فيصل أكرم، ويبلغ من العمر 44 عاما. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا لا علاقة لها بالهجمات الإلكترونية التي استهدفت المواقع الحكومية الأوكرانية. أضاف المتحدث أن روسيا لا تشكل أي تهديد على الإطلاق لأي طرف، محذرا من استفزازات تهدف إلى تبرير مثل هذه المزاعم، وحذر من أن محاولات استخدام القوى العسكرية لحل الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا ستكون لها عواقب وخيمة. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة إجراء مفاوضات مع روسيا للحد من التوترات في أوروبا، معربا عن أمله في استمرار التواصل بين الجانبين. وخلال تصريحات صحفية قال ماكرون إن استراتيجية الحوار تؤتي ثمارها دائما، ففي أوائل يناير اتفق الجانبان على استئناف عملية التشاور، وهذا ما سيتم في الأيام المقبلة. وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن المفاوضات مع موسكو ضرورية من أجل الخروج من الوضع الراهن الذي يهدد الأمن الجماعي. رفع رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة إلى الغد لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون العمل. يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، إضافة إلى مسايرة التطورات في سوق العمل لتتلائم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية. جلسة جديدة استأنف من خلالها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته العامة لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد أن وافق عليه من حيث المبدأ في جلسة سابقة. في بداية الجلسة أشاد رئيس المجلس بمنتدى شباب العالم في نسخته 4 والتي عقدت بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. لقد شرفت بالمشاركة في منتدى شباب العالم في نسخته 4 بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وحضور فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد تجلت فيه عظمة مصر الحديثة فأبهرت العالم أجمع وأكدت له قدراتها الواعدة
وقوة اقتصادها وريادتها ليصبح المنتدى بشهادات دولية منصة عالمية بارزة. وخلال الجلسة أعلن رئيس مجلس الشيوخ خلو مقعد النائب الراحل إبراهيم حجازي والذي وافته المنية يوم 3 يناير الحالي. تلا ذلك استكمال مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، حيث عرض عدد من النواب آراءهم ومقترحاتهم بشأن مشروع القانون، حيث كانت معظم البنود التي تمت مناقشتها خاصة بالمرأة. الفقرة الأولى مكتوب فيها دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم. احنا هنا هنحط تمييز لانه في الاخر بنقول والاعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها. مؤتمر الامم المتحدة عندنا القضاء على التفرقة الوظيفية وجميع اشكال التمييز في العمل بالنسبة للمرأة. فاحنا هنا هل دي هتتعارض مع الفقرة الاولى من نفس المادة؟ دلوقتي المادة 50 في القانون بتقول اجازة وضع 4 شهور، تمام؟ تمام. قانون الطفل 3 شهور دلوقتي، والوقتي قانون الطفل احنا شغالين بيه دلوقتي في الوقت الحالي وتم تعديله في 2008. فدلوقتي المرأة العاملة اللي هي لما يبقى في حمل هتشتغل بقانون 50 بمادة 50 في قانون العمل ولا مادة 70 في قانون الطفل؟ مادة بتتكلم عن اجازة رعاية الطفل بدون اجر، وده طبعا انتصار لحقوق المرأة والطفل، ودي حاجة كلنا معاها ومحدش ينفع يبقى ضدها يعني. إنما في نفس الوقت التزايد في يعني تطبيق بعض المواد ممكن يؤدي نتيجة عكسية، وبعض الزملاء تطرقوا للجزئية دي في المادة بتاعة أجازة الوضع. النهاردة الأجازة دي صحيح بدون راتب، لكن بتمتد لفترات زمنية طويلة وبتحجز الموظفة أو العاملة مكانها في المؤسسة. وبعد مناقشة بنود مشروع قانون العمل حتى المادة 56، رفع رئيس المجلس الجلسة على أن يتم استكمال باقي بنود القانون في الجلسات القادمة. وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري، أكد عدد من نواب مجلس الشيوخ أن مشروع قانون العمل الجديد يعد انتصارا لحقوق المرأة العاملة. كما أكد النواب أن مشروع القانون الجديد يهدف لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل. أنا اللي أنا دفعت بيه الحقيقة أنه يحصل مساواة ما بين المرأة العاملة والطفل أيضا فيما يتعلق بأجازة الوضع، أنها تكون 4 أشهر. من حق المرأة أنها تقدم على شهر قبل الوضع، ومن حقها تستكمل المدة اللي هي 3 أشهر بعد الوضع، أساسا دوت يتيح أيضا للطفل حقه في الرعاية الكاملة بعد الوضع. كان في تعديلات مهمة جدا يعني المجلس طرحها النهاردة، وأنا تقدمت بالعديد من التعديلات اليوم. معظمها كان ضبط للصياغة، وفيها حاجات كانت انتصار للطفل وحقوق الطفل وحقوق المرأة العاملة. القانون في مجمله طبعا الهدف منه تحقيق يعني التوازن ما بين رب العمل وبين العاملين. قانون العمل قانون متوازن جدا، وبيهدف لتحقيق التوازن بين العامل وبين صاحب العمل، بحيث ان ده يحقق العدالة الاجتماعية ويحقق السلم الاجتماعي، وفي نفس الوقت يحقق الامن الوظيفي للعامل، لان كتير جدا عامل لفترة طويلة جدا. الحقيقة ان كمان القانون انتصر للمرأة بشكل كبير. من مزايا في القانون ده ان هو الحقيقة منح بعض الحقوق للعاملين بصورة أفضل من القانون السابق، يعني مثلا هو كان في بعض الاستثناءات للعاملين لذويهم لجاها، بعض الاستثناءات المتعلقة بالعاملين العمالة الزراعية لجاها، فده بيضمن ان القانون يضم الكثير من الفئات اللي كانت برا يضمها لمظلة حمايته وللمزايا اللي بيمنحها. الجلسة النهاردة كانت استئناف لمناقشات مواد قانون العمل، قانون ضخم وسري، فطبعا هناخد فيه عدة جلسات. النهاردة كان يمكن الدور على المواد المتعلقة بمشاركة المرأة العاملة، وطبعا ما يتطلبه ذلك من ظروف خاصة بيها زي الولادة ورعاية الطفل وغيره. في القانون ده احنا خلقنا علاقة متوازنة بين صاحب العمل وبين العامل، فالقانون بيخدم الطرفين وبيشجع الاستثمار في مصر من ناحية خدمة صاحب العمل، وبيشجع العمال ان احنا بنخلق لهم فرص عمل جديدة. في قانون متوازن يشجع صاحب العمل انه يعين عدد اكتر من العمالة.
بلغت نسب الإنجاز في مبادرة حياة كريمة في المشروعات والأعمال التي تم الانتهاء منها توفير الخدمات الأساسية بنسبة 33%. وقالت المبادرة على حسابها عبر الفيسبوك إن نسبة تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية في بعض القرى بلغت 50%، وبلغت نسبة خفض معدلات الفقر 14%. وأضافت المبادرة أن الإنجازات تضمنت 127 مدرسة تم تطويرها وإنشاؤها، تضم 2311 فصلا دراسيا، إضافة إلى 3000 حضانة و82 وحدة بيطرية و51 وحدة طبية و26 مركز شباب و120 ألف وحدة سكنية. نظمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة قافلة طبية بالوحدة الصحية بأبو رماد جنوب البحر الأحمر، حيث تم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان ل 214 حالة بمختلف التخصصات الطبية، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء إصدار قرار بوقف استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية، وأكد المركز أن ما تم الإعلان عنه يقصد به أن مدة البت في طلبات استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية ستستغرق ما بين 4 إلى 6 أسابيع، وهذا في إطار الخطوات التي تتخذها الحكومة لمراجعة منظومة الدعم لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. وأشار المركز إلى أن الخدمة متاحة من خلال موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية، أو من خلال التوجه لأقرب مكتب تمويني للمنطقة التابع لها صاحب البطاقة التموينية. أعربت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم عن تقديرها لجهود علماء وخبراء مصر بالخارج، مؤكدة أن العلم هو الطريق لتحقيق أعظم الإنجازات في الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان. جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الهجرة للدكتور رشيق المراغي رئيس التنفيذي لإحدى شركات البرمجة وأحد أبرز المشاركين في مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم، وهو صاحب اقتراح تطبيق البرمجيات في تطوير التعليم. من ناحيته أشاد المراغي بما يحدث في مصر من طفرة حقيقية في كل المجالات. أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي استمرار جهود الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوعية المواطنين بضرورة المحافظة على الترع، خاصة مع تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، سعيا لتعظيم الاستفادة من أهداف هذا المشروع الهام. هذا وقد تلقى شعراوي تقريرا بشأن جهود المحافظة لإزالة ونقل نواتج تطهير المجاري المائية بنطاق الكتل السكنية بالقرى والمدن إلى المقالب العمومية بالمحافظات، لافتا إلى أهمية الدور الكبير للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال جمع ونقل ومعالجة المخلفات والقمامة للمشاركة في تطبيق الجمع المنزلي للقمامة، خاصة مع الاستمرار في نقل نواتج تطهير الترع والمصارف حتى لا يتم إلقاء المخلفات والقمامة عليها. أقيم عزاء الكاتب الصحفي والإعلامي وائل الإبراشي مساء اليوم بمقر مؤسسة روزا اليوسف، وتوافد رجال الصحافة والإعلام للمشاركة في أداء واجب العزاء في الكاتب الصحفي الراحل وائل الإبراشي الذي توفي يوم 9 يناير الجاري عن عمر ناهز 58 عاما. كان عنده آمال وطموح كبيرة جدا انه يرجع يشتغل تاني ويرجع يمارس دوره. الحقيقه كلنا فضلنا الفتره الطويله دي مستنيين وائل يرجع وائل يرجع، لكن يعني كانت اراده ربنا بقى، ما يعيشش على اللي خلقه يعني، ده في الاخر. فبنقول الله يرحمه والله يحسن اليه، وان شاء الله مثواه الجنه، وبرده في الناس اللي بيحبوه والناس اللي يعني اتعلموا منه المهنه موجودين وهيواصلوا المسيره، لان مصر ولاده. وائل الابراشي يعني واحد من أهم الصحفيين في تاريخ روزا اليوسف، شاء من شاء وأبى من أبى، تاريخه يشهد عليه. تاريخ وائل الإبراشي في روزا اليوسف يمكن أنا كنت حريص من يوم تولي المسؤولية أن أنا أعيد نشره،
لأن هذا الرجل كان موهبة صحفية نادرة، وهذا الرجل غير في الصناعة التلفزيونية، وأنا أعزيك كمان وأعزي القناة الأولى وأعزي برنامج التاسعة أيضا. رحم الله الإعلامي الكبير الأستاذ وائل الإبراشي. الآن مشاهدينا نتابع مع حضراتكم أهم أنباء المال والأعمال والتفاصيل مع الزميلة فاطمة خليل. إليك. شكرا إلهام نمر، شكرا إيمان منصور، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن حجم التطوير والتحديث الذي تحقق في مشروعات قطاع البترول خلال السنوات الأخيرة غير مسبوق. جاء هذا خلال ترأس باكورة أعمال الجمعيات العامة للشركات البترول في القطاع العام عبر الفيديو كونفرنس لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي المقبل. وأوضح الملا أن ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي قادت تنفيذه القيادة السياسية انعكست بنجاح على توافر الموارد المالية اللازمة للتطوير وتنفيذ مشروعات جديدة وضخ استثمارات كبيرة غير مسبوقة، لافتا إلى أن حجم الموازنات الاستثمارية الجديدة للشركات في البترول في القطاع العام يصل لأول مرة إلى 30 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2022-2023. أكد وزير البترول طارق الملا أن قطاع البترول من القطاعات السباقة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في كافة الأنشطة البترولية في إطار مشروع التطوير والتحديث المستمر بالقطاع. وخلال افتتاحه غرفة المراقبة والتحكم الرئيسة التابعة لشركة أنابيب البترول لمنطقة السويس والقناة، لفت الملا إلى أهمية مشروعات التطوير والرقمنة في تدقيق البيانات لسرعة اتخاذ القرار في التوقيت المناسب. كما أوضح وزير البترول أهمية المشروعات الجديدة لتطوير ورفع كفاءة شبكة خطوط أنابيب البترول، لا سيما أنها تمثل الشرايين الرئيسة لنقل البترول الخام والمنتجات البترولية. احنا النهاردة زي ما كنت بقول قبل كده ان احنا طبعا من ضمن استراتيجية مصر 2030 والجزء الخاص بالتحول الرقمي، فاحنا كمان في قطاع البترول برضو بنشتغل في هذا الاطار. ويمكن احنا النهاردة بنزور التطوير الخاص بغرفة التحكم، غرفة الكنترول الخاصة بشركة أنابيب البترول في مدينة السويس، وهي مسؤولة عن القطاع الشرقي كله. وبالتالي احنا النهاردة بيتم اضافة وحدات تكنولوجيا حديثة وشاشات جديدة وأجهزة قياس لمستوى البترول والمنتجات البترولية في الخزانات وغرف التحكم آليا من خلال هذه الغرفة، والحقيقة اللي تمت من خلال تصميمات لمهندسينا، ولكن طبعا في بعض توريدات من الأجهزة التكنولوجية من الخارج. شهد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع فعاليات المؤتمر الدولي الذي نظمته الهيئة بشأن سبل دعم التجارة العالمية في مواجهة التحديات المختلفة، وذلك بمركز دبي للمعارض في معرض إكسبو 2020 دبي. وأكد رئيس الهيئة أهمية تكاتف الجهود بين كافة الأطراف المعنية بصناعة النقل البحرية، بما يتيح تعظيم كافة الموارد المتاحة في مواجهة المتغيرات المختلفة والتحديات غير المسبوقة التي تشهدها حركة التجارة العالمية. كما شدد ربيع على إدراك الهيئة حقيقة التحديات التي واجهت العالم بأسره على مدار العامين الماضيين، والتي لا زالت تلقي بظلالها على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية. إن هيئة قناة السويس عبر تاريخها الممتد لأكثر من 150 عاماً قد أخذت على عاتقها مسيرة التطوير والتحديث بكافة أشكاله، تماشياً مع ما شاهد العالم من ثورة صناعية وتكنولوجية في مجال بناء السفن خلال القرن. أفرزت أول تطبيق عملي لمكافحة الألغام بالقوارب المسيرة عن بعد تريكا في نهاية الحرب العالمية الثانية. وفي ظل ما نشهده اليوم من تطور سريع ومتلاحق في مجالات البرمجة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، فإننا نسعى بقوة لتعميق خبرتنا وتنمية قدراتنا في هذه المجالات، ليس فقط لنكون متابعين لأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا، ولكن كي نكون مبتكرين ومبدعين في مجالات التطبيق ذات الصلة بالاستخدامات التجارية للسفن المسيرة ذاتيا، بما يحفظ لقناة السويس رياداتها الدائمة في كل ما يتعلق بقطاع الملاحة البحري. وليس أدل على ذلك سوى استراتيجية هيئة قناة السويس في 2023. هذه الاستراتيجية الطموحة التي من خلالها تصميم وبناء التي تم من خلال تصميم وبناء مركزين متطورين للبيانات.
إلى أسواق المال، حيث سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا بنهاية تعاملات اليوم أولى جلسات الأسبوع، حيث اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو البيع في حين مالت تعاملات المصريين نحو الشراء. وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مستوى 759 مليار و900 مليون جنيه، وذلك وسط تداولات بلغت نحو 4 مليارات و200 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 11830 نقطة. كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 2196 نقطة. كما هبط مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 3223 نقطة. أغلقت سوق الأسهم في السعودية عند أعلى مستوى في 15 عاما مدفوعة بزيادة في أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في منطقة الخليج. وارتفع المؤشر السعودي بنسبة 3% مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة، حيث وصل إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2006 مع ارتفاع أسهم قطاعي التعدين والبتروكيماويات. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى للزملاء لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا جزيلا لك فاطمة. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه بشأن التحذيرات من موجات تسونامي التي صدرت في دول مثل أستراليا ونيوزيلندا واليابان والولايات المتحدة والدول الواقعة في المحيط الهادي. وأشار الأمين العام إلى أن مكاتب الأمم المتحدة في المحيط الهادي تراقب الحال عن كثب، مؤكدة أنها على استعداد لتقديم الدعم إذا طلب منها ذلك. وذكرت الأمم المتحدة أن صور الأقمار الصناعية التي نشرتها وكالات الأرصاد الجوية المختلفة أظهرت سحابة كبيرة من الرماد والبخار بسبب توران بركان تحت الماء قبالة دولة تونغا الواقعة في المحيط الهادي. والآن متابعة للأخبار الرياضية، نعود فيها من جديد إليك فاطمة. شكرا إيمان، شكرا إلهام، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا وجولة رياضية جديدة. وصلت بعثة منتخب مصر إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي استعدادا للقاء المنتخب السوداني يوم الأربعاء المقبل في ختام مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية. واكتفى الجهاز الفني للمنتخب الوطني بتدريبات استشفائية لدى الوصول إلى مقر البعثة، على أن يستأنف تدريباته غدا استعدادا للمباراة. فاز المنتخب التونسي على نظيره الموريتاني بأربعة أهداف نظيفة في الجولة الثانية من المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون. بهذا الفوز رفع منتخب تونس رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، بينما بقي منتخب موريتانيا في المركز الرابع والأخير بدون نقاط. وفي البطولة نفسها تعادل منتخب كوتيفوار مع نظيره منتخب سيراليون بهدفين لمثلهما. بهذا التعادل رفع المنتخب الإيفواري رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة مؤقتا، بينما رفع منتخب سيراليون رصيده إلى 2 نقطة في المركز الثاني مؤقتا. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى لإرهام وإيمان لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة. تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة كريمة مختار والتي رحلت عن عالمنا عام 2017. الفنانة كريمة مختار رحلت تاركة إرثا فنيا مليئا بالأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية. رحلت عن عالمنا بجسدها، ولكن ما زالت أعمالها خالدة في أذهان الملايين من جمهورها. إنها الفنانة القديرة كريمة مختار التي ولدت في القاهرة باسم عطيات محمد البدري. حازت كريمة مختار على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعملت بعدها مع بابا شارو في برامج الأطفال في الإذاعة،
ولم تستطع العمل في السينما في البداية حتى جاءتها الفرصة بعد زواجها من المخرج والممثل نور الدمرداش. شاركت في بطولة العديد من الأفلام بشخصية الأم بكافة تنويعاتها، ومن أفلامها الحفيد، رجل فقد عقله، والليلة الموعودة، وسعد اليتيم، وساعة ونص، والفرح. كما أدت كذلك شخصية الأم في الدراما التلفزيونية، من مسلسلاتها البخيل وأنا وزهرة وأزواجها الخمسة ويتربى في عزه. رحلت الفنانة كريمة مختار عن عالمنا عام 2017 تاركة إرثا فنيا مليئا بالأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية. والآن متابعة لأخبار الطقس والأحوال الجوية. الأحوال الجوية لدى فاطمة خليل، تفضل. شكرا إيمان، شكرا إلهام، وأهلا بكم مجددا وأخيرا ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد الاثنين طقس بارد نهاراً، شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة ونشاط للرياح. وهذه درجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائماً من القاهرة العظمى 15، الصغرى 9، الإسكندرية 15-10، مطروح 15-9، بورسعيد 16-11، الإسماعيلية 16-10، وجوها مائل للبرودة. أما في السويس 15-10، العريش 15-9، طابة 15-11، شرم الشيخ 20-14، الغردقة 19-13، ومجوها أيضا مائل للبرودة. أما في الأقصر 17-8، أسوان 17-8، الوادي الجديد 16-5، شلاتين 22-11، حلايب 20-12، وجوها معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة الأحد في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. مشاهدينا نبقى الآن مع لقطة اليوم. مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم عناوين الأخبار.
الرئيس السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي الجديدة والاهتمام بتطوير كوادرها الفنية. خلال اجتماع للمجموعة الطبية مدبولي يؤكد أهمية تلقي اللقاح المضاد لكورونا ومنع دخول غير المطعمين للمنشآت الحكومية. خلال لقائه نظيره الجزائري شكري يؤكد أهمية العمل على دعم حل ليبي للخروج من الأزمة. انتهت نشرتنا.